حتى نقدر نجمع البولوشن ونشيلها عن الشط. هلا at this point الشغل عم يصير شوي بطريقه يمكن بدائيه، بس عم يعني عم نجرب قد ما فينا نشيل التلوث. هلا بعده عم يجي، المشكله عندنا انه بعده عم يجي. وي هاف عندنا الكاباسيتي كثير قليله انه نقاومها، بس رح نحط مثل ما عم تشوفوا البومز اللي هن بيمتصوا البقعه اللي جايه، والشباب مثل ما عم تشوفوا عم يشيلوا الرمل، عم يشيلوا يعني عم يشيلوا الطبقات العليا تبع الرمل اللي اكثر شيء متسرب للبترول. خطوة كتير جيدة كبادرة أولى، ومنشجعها كلبنانيين، وهذا لازم يمكن من كذا سنة، بس الظروف ما كانت تسمع، وهلأ بالمبدأ الكل متفقين عليها. يعني تقريبا جمعة بكون ان شاء الله فاتحينه قدام العالم، وسهل المرور للعالم كلها كرمال ما يكون في عجقات سير كتير.